الكرامات تظهر في الناس الذين يقل إيمانهم أكثر من الناس الذين إيمانهم ثابت، لأن الكرامات هي رحمة من الله لتثبيت الناس على الطريق حتى يستأنس. الكرامات تزداد كلما بعد الناس على الطريق حتى ترجعهم إلى الله عز وجل. فالكرامات التي تنزلت على التابعين أكثر من الكرامات التي تنزلت على الصحابة، كما قال ابن تيمية وغيرهم. وسئل الإمام أحمد لماذا كانت الكرامات التي تنزلت على التابعين أكثر من كرامات الصحابة؟ قال لأن الصحابة أكثر إيمانا، فعندما يزداد إيمان الإنسان تقل الكرامات عليه، لأن الله عز وجل قد أنعم عليه بثبات الإيمان في قلبه. وإنما الكرامة تثبت الناس أنهم على الطريق. ولذلك أنا أقول وأعيد وأقول، وهذا الذي قلته أمام الشيخ ابن عثيمين، إن الكرامات التي نزلت على الأبرار أكثر من الكرامات التي تنزلت على الصحابة رضوان الله عليهم، وأكثر من الكرامات التي نزلت على التابعين. ومن الذي لم يشم رائحة يحيى تنور؟ الأخ يحيى تنور من جدة استشهد هنا قرب تريمنجا، جاءوا بجثته إلى مستشفى بدر. هذا مستشفى فوزان كان هنا اسمه مستشفى بدر، وضع في غرفة كان أحد الحاضرين مراسل صحفي من فنزويلا، وشم رائحة المسكمين ورجع إلى فنزويلا وهو نصاري، وقال شممت رائحة المسك من الشك. وبقي المستشفى أسبوعا، كلما فتح الباب الذي كانت جثته مسجاة فيها كلما فاح المسك في داخل المستشفى، مع أن العصافير الطبية والديتول والديتول تعرفون رائحة العصافير، ومع ذلك غطت رائحة يحيى على كل هذه الروائح. أهل شكر درم تقي الدين، بعد كم احنا شممنا رائحة دم فوزي؟ بعد 21 يوم جاءوا بالقطعة القمامة التي تحمل دمه وشممناها، قدتها إلى بيتي وشممتها للأولاد وللنساء فتعجبوا من الرائحة بعد 21 يوم. والذي بعد ذلك يريد أن يتكلم